السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في متابعة كريمة طلبت مني لطيف المكبكب اللبنة، كيف نعمل لبنة مكبكبة؟ نحن نقولها مكبكبة يعني مكورة. فهلأ أنا حدلها كيف بطريقة كتير بسيطة. منجيب اللبن أول شيء، منحطه بكيس، كيس قماش، والقماش يكون ما رقيق كتير ولا سميك كتير، بحيث انه يقدر تنزل المي منه ما ينزل اللبن. هلأ بنقلبه على الخياطة، بتصير من برا ومن جوا نضيف بدون خياطة، يعني الخياطة من برا بنخليها الطرف القماش يكون لجهة الخارج. هلأ نحنا نحطه بالكيس اللبن، ونحط معه قليل من الملح أو كثير حسب الرغبة، ومنعلقه بحنفية المطبخ، وتحط تحته تشط مثل هيدا مثلا، ومنخليه يفضي يصفي منه المي لمدة 12 ساعة. بعدين بنحطه بالبراد كمان لمدة 12 ساعة لينشف ويصير قاسي بهالشكل هيدا، قاسي بهالشكل يعني فضي المي اللي فيه. بعدين بنفضيه هلأ هون لحتى نكبكبه. هلا نحن فضيناهم من الكيس، حطيناهم بالتشط، بنشوف نحن كيف صار الشكل تاعهم، اذا كان تراوتهم منيحه. ها شفناها هيدي عم تشكل معنا، نقدر نعمل الكره بكل سهوله. هيدا صار جاهز لنحضرهم. واذا لقيناهم بعدهم طرايا كتير، عم نعملهم هيك عم يكونوا شادين بالشكل اللي نحن بدنا اياه، بنرجع بندخلهم على البراد، منحطهم بوعاء مكشوف بالبراد مدة كمان 12 ساعة أو ليلة كاملة، بصيروا جاهزين لنكبكبهم. هلا بالنسبة لإلي القليل من الملح بيكفي، بالنسبة لإلكم تحطوا الملح الكمية اللي أنتوا بتحتاجوها. هلا التجهيزات سهلة كتير، كاسة بضع فيها قليل من زيت الزيتون، ومرطبان نظيف جاف تماما معقم هلا، وزيت زيتون. حط فيه انا المرطبان شويه بالاول، يعني بالبدايه شويه زيت زيتون بالقعر. هلا بمسح ايدي بشويه زيت، شفناه هيك، وباخذ كميه بايدي بصابيعي قد ايه بدي حجم الكره. انا قد ما بدي حجم الكرة، في منهم بيعملوها الكرة كبيرة، أنا حأعملها بحجم طابة البينج بونج. ها بهالشكل هيدا شفنا وين بحطها؟ بمرطبان الزيت. ها هلا حنعمل وحدة تانية. بسم الله كمان بحاول تكون بنفس الحجم. كورناها كمان بالمرطبين، برجع بمسح ايديني حتى ما يعلق فيهم لبنه، وباخد كميه مماثله. شفنا هي كورناها كمان، بنحطها من وقت لوقت بهزهم ليصيروا كلهم بالزيت. لما يوصل اعلى ما بيعود فيه، ما بيكونوا مغطيين بالزيت، بزيد زيت شوي وبضيف الكرات وبزيد زيت لينتهي المرطبين من الكرات. هلا بخلص وبرجع لكم ان شاء الله. هلا هيك انهينا الكبكبه لللبنه، شفنا طريقه سهله كتير، والمواد اللي بنستعملها كتير قليله، وفينا نعملها بسرعه الساعه وناكل منها. هلا نحفظها برات البراد، ممكن خليها برات البراد، واذا حبيتوا تحطوها بالبراد لا مانع، بس هي برات البراد تحفظ، بشرط يكون الزيت غامرها تماما، يعني فوق حبات اللبنة يكون الزيت غامر فوق، ما مبين طرف من اللبنة بدون زيت. شفنا؟ طيب هلا فينا ناخذ حبة نحن ونحطها بالصحن، وناخذ من زيتات المرطبين نحط عليها، وناكل معها خضار اللي بدنا اياه، مثل الروكا، مثل الفجل، مثل النعنع الأخضر، زعتر أخضر برر،
فليفلة، بندورة، اللي بتكون يبقى ترويقة مميزة. وكمان فينا نحطها باللانش بوكس للولاد كمان، اللي حبيت هيدولة بيطلعوا طيبين كتير لأنه بيعفيهم طعم حمودة طيبة. طيب ما تنسونا بدعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.